أهلا وسهلا بكل حضراتكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وتغطية خاصة بخريطة المتزوجين في مصر. حقيقة إن إحنا عندنا بيان هام جدا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بيقول لنا هذا الجهاز إن المصريين اتجوزوا قد إيه وكام مرة اتجوزوا، وفي منهم كام واحد اتطلق ورجعوا عن قرارهم في الزواج، وتحديدا في سنة 2020. في هذا العام تحديدا عدد عقود الزواج قلت حوالي 50,000 عقد زواج. أيوة، المصريين تراجعت جوازاتهم في سنة 2020، واللي كان عندنا فيها 876,000 عقد زواج، ده طبعا مقارنة بسنة 2019 اللي كان عندنا فيها 927,000 عقد زواج، يعني نسبة التراجع تقريبا بلغت 5.6%. البيانات اللي حصل اليوم السابع على نسخة منها أكدت أنه في أربع أنواع من العقود، وهي الزواج الجديد، التصادق، الرجعة، والعودة لزواج لم يفصله آخر. تشير بيانات الإحصاء إلى أنه في عام 2020 شهد 755,000 عقد زواج جديد، تمثل في نسبة بتوصل ل 86.3% من جملة العقود، وهذا العام طبعا يعني مقابل 786,389 عقد في عام 2019، يعني احنا بنتكلم في نسبة تراجع بلغت 3.9%. النوع الثاني من العقود وهو التصادق، وهذا النوع بيعني تسجيل الزواج العرفي بين زوجين بتاريخ حدوثه مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية. بلغ عدد عقود التصادق 113,048 عقد زواج في عام 2020، تمثل في نسبة 12.9% من جملة العقود هذا العام، وده مقابل 132,374 عقد في عام 2019، يعني احنا كمان بنتكلم في نسبة تراجع بلغت 14.6%. ده للأسف رقم خطير جدا، لأنه بيشير للعقود العرفية اللي يعني أغلبها بيبقى لزواج القاصرات، وده رقم حزين حقيقي. النوع الثالث من العقود وهي عقود الرجعة، بتعني استئناف الحياة الزوجية بعد زوجين سبق طلاقهم لكن رجعية للمرة الأولى أو الثانية، وده قبل انقضاء العدة، يعني الراجل طلق زوجته وبعد الطلاق رجعوا في كلامهم ورجعوا لبعضهم. عدد عقود الرجعة حوالي 3,000 عقد في سنة 2020 مقابل 4,615 في عام 2019، واحنا هنا بنتكلم في نسبة تراجع بلغت 28.1%. أما النوع الرابع من عقود الزواج فهو العودة لزواج لم يفصله آخر، وهذا بيعني استئناف الحياة الزوجية بين زوجين سبق طلاقهم طلاق بائن وانقضت العدة، فهم هنا محتاجين عقد جديد ومهر جديد، وبلغ عدد العقود 3,000 عقد في عام 2020، يعني تمثل في 4.1% من جملة العقود لهذا العام مقابل 4,615 عقد في عام 2019، واحنا هنا بنتكلم في نسبة تراجع بلغت 28.1%. بلغ عدد عقود الزواج في الحضر 35,000 عقد في عام 2020، تمثل في 40.8% من جملة العقود،
في عام 2019 بلغت نسبة انخفاض قدرها 7% وبلغ عدد عقود الزواج في الريف ل 51,000 عقد في عام 2020، تمثلت في 59% من جملة العقود في عام 2019. احنا هنا برضو بنتكلم في نسبة انخفاض قدرها 4.6%. أكتر ناس اتجوزوا هم الناس اللي عمرهم من 25 لأقل من 30 سنة، ودول حوالي 350,000 حالة زواج. يعني إحنا بنتكلم في نسبة 40% من عقود الزواج، بينما أقل نسبة زواج هي الفئة العمرية 70 سنة فأكثر، وبلغ عدد العقود فيها 4,000 عقد، تمثل في 0.5% من جملة العقود. دي يمكن الخريطة بعدد الجوازات اللي اتجوزها المصريين خلال السنة اللي فاتت. أرقام مهمة جدا ومؤثرة بتقول لك إيه اللي بيحصل في مصر في العديد من النواحي. بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، انتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. إلى اللقاء.